فهمت عادك يعني لاني لاطري باش نمشيو بسرعه هذه ضروري. في المثل العام اللي يقول لك الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. لما توصل في اجراءات ضروريه لتغيير الاوضاع توصل في النص وتوقف ممكن تضيع كل شيء من بعد. ها راك في وضعيه تاع ضعف بالنسبه ل في استيعاب اولا فكره من طرف بعض القطاعات هما ملتزمين ما نقولوش ماهوش ملتزمين ولكن ربما نقص في التجربه ربما انا ماشي بسرعه اكثر من اللازم وهذا طبيعي انا ما دائما حتى من كنت والي هذا طبيعي نفهم من هذا الجواب سيد الرئيس انه الفريق الحكومي الحالي قد لا يكون المناسب للمرحله المقبله. التقييم يكون تقييم النتائج مش شيء اللي نلتزم به. انا عمري ما نضحي باطار لان الناس تنتقدوا فيه ونعرف عندنا في البلاد تاعنا نعرفوا بلادنا باللي من تكثر انتقادات على واحد من طرف الناس اللي معنيين بالقطاع ونشوف الماضي كيفاش كانوا يتصرفوا ناس يعني في المال العام ولا واحد انتقدهم معناه باللي بوفير اتونسيون.